دماغية وفي الحبل الشوكي أو في الأعصاب الطرفية اللي بتنزل على اليدين أو الرجلين اللي هو عرق النساء أو الأعصاب الفرعية اللي بتنزل على الأصابع، كلها مبنية بطريقة إنه في حواليها طبقة عازلة تسمى الميلين. هذه الطبقة في حال مع العمر بتضعف، وإذا ضعفت هذه الطبقة أو نتيجة لأمراض تانية زي التصلب اللويحي ممكن يصير في اهتراء في طبقة الميلين أو الطبقة الشحمية العازلة للعصب. هذه الطبقة إذا صار فيها أي خلل أو أي تهتك في هذه الحالة، التوصيلات العصبية الكهربائية اللي ماشي داخل العصب بصير فيها ضعف وكل سرعة في التوصيل، وهذا ممكن نشعر فيه في فحص بسيط ممكن تسووه اللي هو عملية انه نطبطب في الاصابع هيك بهاي الحركات بسرعة قد ما نقدر، ونعد كم مرة بنقدر في الدقيقة في 60 ثانية كم مرة بنقدر نعمل الحركات هذه. المعدل العام يعني لواحد فوق 50 49 مرة في 49 مرة في الدقيقة لازم نعمل تابينج او الطبطبات هذه بالاصابع. إذا واحد عنده تحت 49 إذا في ضعف كبير في التوصيلات وفي طبقة الميلين هاي الطبقة العصبية. هلأ إذا بدنا نزيد العدد من 49 ل 79 يعني 20 درجة 30 درجة سرعة الأصابع، في هاي الحالة إحنا بنزيد قوة العصب وبنزيد طبقة الميلين هذه اللي حواليه. وهذا اللي عملوه وعملوا بحث على بعض المشتركين اللي اول شيء عملنا لهم الفحص هذا التيبينج طلع 49 بعد شهر فقط شهر من استخدام ليون مين مشروم فطر عرف الاسد زائد الكوردوسيبس مشروم فطر الكورديسيبس فطر الطاقة زائد النياسين فيتامين بي 3 والكورديسيبس مشروم مرتين في اليوم والليون مين مشروم مرتين في اليوم، خلال شهر غير النتيجة هذه من 49 ل 20 ل 30 خطوة زيادة، يعني تمت إعادة بناء و تقوية طبقة الميلين هذه حوالين العصب. هذا هو النتيجة اللي سرعنا من هذا التيست اللي هو بناء الميلين، يعني تقوية العصب يعني سرعة أكثر في التوصيلات العصبية والذبذبات العصبية داخل العصب، وهذا بيخلينا تركيز أكثر على هذه الحركات. هذا بالنسبة للفعالية للجهة للأعصاب الفرعية. نفس الفعالية بتحصل في الأعصاب الدماغية والنخاع الشوكي في حال أخذنا هذه المواد. الليون مين مشروم يمكن الحصول عليه من الأمازون متوفر. الكورديسيبس مشروم اللي هو فطر الطاقة الكورديسيبس من الكوادراسيبس، الكوادراسيبس اللي هي العضلة الرباعية عضلة قوية موجودة، فهذا اسمه كورديسيبس فانكشنال مشروم، ما في له اسم بالعربي كورديسيبس فانكشنال مشروم واللايون مين مشروم، اثنين هدول بسرعوا من البي دي ان اف اللي هو برين نيو فاكتور ل بناء الاعصاب، هذا شيء، وبسرعوا من بناء طبقة الميلين، والاضافة عليهم كلنا فيتامين بي 3 النياسين لانه حيسرع من عمل الخلية العصبية وداعم لعملية البناء functional main functional lion main cordyceps functional مشروم زائد النياسين لمدة شهر حتعطيكم نتيجة مرضية ان شاء الله. جربوا وانتوا المستفيدين، مش بدكم تقوى اعصابكم.